دلوقتي الكابتن عمرو السوليه عمال يقطع فيك من اول الحلقه انت جايب الناس اللي انا بضربهم كلهم. وبيقول انه حسين كان مركز انه يحتفل بالهدف عشان كده حطها في القائم، ولو كان مركز ان يجيبها في المرمى كان جابها في المرمى، ما كناش دخلنا في الوقت الصعب ده. والله والله يا كابتن بص، يعني الاول انا مش عايز جمهور الاهلي يزعل مني في العرض اللي انا هجيبها النهارده. والله يا كابتن والله خالص والله، يعني انا بصراحه كان لا، انا اللي قلت مش هو اللي قال، بس عشان هو اللي قال، انا اللي قلت، انا اللي قلت 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 ممكن يكون كان بيفكر احيانا. انا مره كنا بنلعب ماتش بس مش هقول ايه، فاتشاط عليا فاول فطلعته حلو قوي قوي، وقايم ان انا شايل فاول حلو قوي، فالكوره جت في ايدي وجت في العارضه، انا متاكد انها طلعت بره، فاللي هو قايم فرحان بشبابي والله يا عمرو كده، والله يا حسين فرحان جدا ان انا شلت الفاول ده، فقمت اتريا جت في العارضه وردت للعيب جابها جول، وخسرنا بالماتش ده، خسرنا بالكره دي 1-0. ناس كتير هتعرف الجون ده، صحيح اقوله يعني. فاحيانا الواحد بيبقى ممكن عايز يحتفل قبل اللعبه، او حاسس ان الكره دي جت على مزاجه بس ما حصلتش. هل انت لحظه الكره اللي في القائم دي فعلا فكرت في الاحتفال قبل الهدف؟ والله خالص يا خالص يعني انا كانت بالنسبه لي وهي جايه انا خلاص انا ضامنها، ضامنها هو خلاص الكره جول. الكور دي اصلا بتبقى اصعب كور اصلا على اي لعيبه كابتن، والجون فاضي ديت بتبقى اصعب كور خالص، ان انت بتبقى خلاص ضامن ان الكوره 100% داخله جول. فانا خلاص يعني انا حطيت مثلا رجلي قلت احطها في البعيده عشان خاطر ساعتها ابو جبل لو اترمى برده مش هيلحقها، ده صحيح، قلت احطها في اللي هي في الحته البعيده اللي هو صعب عليه وكده. طبعا، فاللي هو سبحان الله راح جت في العرض يعني وكده، مع ان انا ومعلول والله قبل الماتش كنا بنتكلم، بقول له معلول حاسس انت هتعمل لي جول النهارده والله العظيم سبحان الله. والله وسبحان الله فعلا عملها، بس انا جبتها في العرض، راح قال لي هو انت مش قلت لي ان انت حاجه انت هتعملها؟ قلت له انا فعلا انا قلت لك على اللي هيحصل بس ضيعتها. هو عمل اللي عليه ملوش دعوه، عمل اللي عليه فعلا، عمل اللي عليه والله يا كابتن. يعني والله عايز اقول لك يعني الماتش ده كابتن يعني يعني محدش هيقدر ينساه كابتن بتفاصيله، واكيد السوليه حكى وقال يا كابتن كل حاجه. الماتش ده كابتن بتفاصيله، احنا قعدنا مثلا 5 ايام معسكر او 6 ايام يا كابتن، احنا ما بنعملش حاجه، احنا رايحين جايين يا كابتن كله بيفكر في الماتش، كله بيفكر بيتكلم في الكلام. والله احنا 5 ايام يا كابتن بالظبط قبل، وكله بقى يفكر اللي هو ايه، انت احنا يا جماعه خلي بالنا من نفسنا، احنا كده قاعدين مجمعين مع بعض، بس كل واحد يخلي باله من نفسه، بس اهم حاجه ان شاء الله ربنا يكرمنا ونكسب، ان شاء الله ربنا يكرمنا ونكسب. السلاله فعلا يا كابتن، يعني انا كنت لسه سامع دلوقتي بيكلمك، وده اللي حصل فعلا، قال لك يا جماعه انا عيطت مرتين، انا عايز اعيط الثالثه النهارده بس في المكسب. الكلام ده الكلام ده الكلام ده حسين بيأثر فيكم، بيفرق معاكم؟ طبعا طبعا يا كابتن، طبعا جدا 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 يا كابتن، جدا كله يا كابتن. كان نازل الماتش ده يا كابتن، انت بالنسبه لك يعني خلاص حياه وموت، انت بتلعب الزمالك طبعا يا كابتن، وماتش كبير وماتش مهم وقمه بين الاهلي والزمالك، يعني انت في الدوري بص بتبقى عامله ازاي، ما بالك بقى يا كابتن في نهائي افريقيا اللي هو النهائي اللي الله اعلم هيتكرر تاني ولا لا، بس يعني أيوه. دي حاجه بتحصل مره في التاريخ وكده. نعم، بس فاحنا كنا نازلين كلنا يا كابتن والله بصراحه، كله كان نازل اللي هو ما فيش اللي هو انت مكسب النهارده ان شاء الله باي طريقه بقى باي حاجه، فالحمد لله يعني ده اللي حصل. والجول بتاع السوليه كمان اما جه بدري كمان صحيح استريحنا شويه، بس في نفس الوقت بقى انت الضغط بقى عليك شويه بقى وكده، لحد ما جه فيك الجون التعادل ومش عارف ايه، وكورتي بعد كده في العارضه، والماتش بقى عمال يروح ويجي ومش عارف ايه والكلام ده كله. الحمد لله يعني في الاخر ربنا كرمنا بجون قفشه، فيعني دي كانت اهم حاجه في الدنيا والله يا كابتن. يعني السوليه اتفرج يا كابتن بعد الماتش، السوليه بيعيط فعلا، قال لي قال انا اترميت، قعدت اعيط على الارض. ما انا بقول لك اتفرج يا كابتن على حاول اجيب اللقطه، مش عارفين نجيبها خالص من الكواليس.